شوق التلاقي وشوق الحضور لأغلى مكان لصرح الأمان. صباح الخير هيا. صباح النور. قولي لي شلون استعداداتك للمدرسة؟ وايد حماس ومستعدة. ضحى شنو استعداداتك حق أول يوم مدرسة؟ متحمسة أشوف صديقاتي ومعلماتي، متحمسة أدرس في المدرسة يعني. حياك الله، تفضلي. أقولي لي شنو شعورك وأنت منتقلة للمرحلة الثانية؟ مستانسة واجد. أول يوم مدرسة أنا وايد كنت مستانسة وفرحانة، نبي بشوف صديقاتي ومستانسة وايد وراح أرجع أشوف معلوماتي وأشوف صديقاتي وأتعلم، فوايد مستانسة. مستانسة وايد وأشكر بعد مديرة إن سوت الشيء النظام الحلو، ووايد مستانسة وأشوف أصدقائي وندرس. أول شيء أهنئ كل الطالبات وأولياء الأمور والمديرة والمدراء المساعدات والمشرفات، طبعاً الوزير والأعضاء كلهم اللي في الوزارة، وحبيت أشكر جهودهم الصراحة على كل شيء هم بدروا وسووه حق اليهال. شنو شعورك والإجازة خلصت وبلشت المدارس؟ هو بالنسبة للراحة لنا إحنا كنا في الإجازة يعني، وكان في شوي معاناة من بس كنا نتمنى تيجي المدرسة ترجع بسرعة عشان نفتك من حوسة البيت وإزعاج وسحر للصبح. هم بالنسبة لهم ضايقوا أول يوم، قالوا قاعد نسوي على التنازلي، باقي ترى يومين، باقي ثلاث، باقي اليوم لا تذكرني باقي هاليومين. سعيدين ومستانسين برجعتهم، والله يوفقهم ان شاء الله في السنه الدراسيه الجديده. وخلاص خلصت الاجازه ان شاء الله، يحطون بالهم يشدون حيلهم والامور طيبه ان شاء الله، الله يوفقهم. في البدايه اتمنى لها سنه جديده موفقه. بالبدايه كنت حاسه بشعور صعب لان متعوده على وجودها، وهي ما شاء الله توينز معها اخوها، فإن كل واحد بيفترق، لكن ما شاء الله عليهم كل واحد فيهم حماس، كل واحد قام برز ثيابه جهز أموره، فأتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله تكون بداية سعيدة لجميع الطلبة، وإن شاء الله الله ييسر أمورهم لقدام. سعيدة جدا بتواجدهم، سعيدة جدا وأنا أشوفهم سعيدات بالتهيئة باستقبالهم للعام الدراسي. طبعا أعدي أن خطة التهيئة مناسبة لجميع المراحل التعليمية. طبعا اعتمدنا في اول يوم على الالعاب التعليميه، افضل عشان البنات يدشون بحماس ويكونوا مستعدين حق باقي الايام التعليميه.